اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام، وحلقه جديده من برنامج المر المجتمع قناه الانبار الفضائيه. اتمنى ان تتواصلوا معنا. اتطرق في هذه الحلقه الى فيديو مختصر لبعض شوارع مدينه اربيل. من خلال هذا الفيديو اوجه رساله الى الساده في مديريات بلديات الاقضيه في عموم المحافظه، انه نتمنى نرتقي في واقعنا الخدمي وتنظيم شوارعنا على نفس الصيغه او الاليه المعده في شمال العراق. نلاحظ انه الموانع البلاستيكيه الفسفوريه التي تجبر سائقي المركبات الانقياد الى حركه السير والمرور بصوره منتظمه. عرجنا في حلقات سابقه على بعض الاخطاء التي يقوم بها بعض سائقي المركبات اثناء الاستداره في شوارعنا. يعني حتى وصل الحال انه بعض ضباط المرور يعني وجهوا لي رساله انه اتناول هذا الموضوع في اكثر من حلقه لكي نصل الى توعية مرورية شاملة بالمجتمع. يعني تناولت بعض الممارسات الفعلية مركبات ومن ضمنها مركبة مرور في حلقات سابقة، وبعض الحالات الواقعية اثناء الاستدارة، انه بعض سائقي المركبات من احد سائقي المركبات يروم الاستدارة، ما يكون المركبات أخرى خلف هذه المركبة الأولى تباعا وإنما يكون بجانبها، فتكون أكثر مركبة على جانب سائق المركبة الأولى الذي يروم الاستدارة، وبذلك يتم حجب الرؤية عن سائق المركبة الأولى، وهذا خطأ فادح يعني ويسبب حوادث خطرة. يعني سائق المركبة الأولى ينتظر، هو دخل الشارع أو للاستدارة كشخص أول أو مركبة أولى، وبالاخير يكون هو اخر من يستدير لان البقيه اجوا خلفه، ما يعني استخدموا الاليه تباعا وانما بجانبه، ثم يضطر انه ينتظر اكمال استدارتهم حتى يكمل استدارته هو كشخص اول. فنتمنى من الاخوه او الساده المدراء البلديات الاقضيه بصوره عامه بعموم المحافظه انه نرتقي بواقعنا الخدمي. هذه الانابيب او الموانع البلاستيكيه يعني تعطي جماليه لشوارعنا، تعطي جانب امني وخدمي بنفس الوقت، السير يكون اجمل وسير نظامي. والفيديو هو الذي لربما يعطي معنى اكبر من الكلمات التي اطرحها انا. اتمنى انه يكون تعاون مشترك بين جميع الدوائر لكي نصل إلى خدمات جليلة جميلة المواطن محافظة الأنبار. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصلوا معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، بعد المناشدة التي قدمتها الست إيمان عضو مجلس محافظة الأنبار وتناولناها في الحلقة السابقة من برنامج المر المجتمع قناة الأنبار الفضائية، تم التوجه إلى موقع منطقة حصيبة الشرقية، طبعا بتوجيه وإعاز من السيد مدير مر محافظة الأنبار، أمر بالتوجه إلى المنطقة وتقديم كشف رسمي عن معاناة هذه المنطقة وكيفية عبور الطلاب والمارة على هذا الشارع العام الرئيسي الحيوي. للأسف تلاحظون عبر الكاميرا كيفية سير بعض سائقي المركبات واستخدام السرعة المفرطة
على هذا الشارع ولا يبالون بالمارة أو الطلبة أو الأطفال أثناء عبورهم هذا الشارع. ومع وجود حوادث دهس ليست بالعدد القليل، سوف نتطرق إلى هذا الموضوع وحيثياته والحلول في هذه الجولة الميدانية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالبداية نشكر قناة الأنبار والمرور على حضورهم لمنطقتنا حتى يبينون معاناة الأهالي والمدارس، لأنها منطقة مكتظة يعني بالطلاب والأهالي، وأيضا أكون مستوصف هنا. فشوف يعني السير والعبور مستمر من بداية النهار إلى نهاية الدوام الرسمي وحتى إلى الليل. فإحنا هنا يعانون المدارس من عبور الطلاب، يعني بهاي السنة صارت 3 حوادث من بداية السنة لحد إنها حوادث دهس للطلاب. طبعا الأهالي جو وصلوا صوتهم إنه وإحنا بدورنا كحكومة محلية قمنا بتوصيل صوتنا إلى المحافظ علي فرحان الله يحفظه، فحصلنا موافقة أولية منه. صار الرأي إنه نسوي لهم جسر عبور المشاة، فهذا الجسر هو يخفف من معاناة الطلبة والأهالي أيضا حتى يطمئنون على طلابهم خلال ذهابهم وإيابهم إلى المدرسة. وإحنا بدورنا إن شاء الله متعاونين، وإن شاء الله نبشرهم هاي بشارة تعتبر أهل المنطقة إن حصلنا على الموافقة لإنشاء جسر لعبور المشاة، وإحنا ماضين بتكملة المشروع على أكمل وجه. ست العفو، الجسر شقد يطلب وقت؟ يعني على مود المواطن يكون على علم شقد يراد له وقت. والموضوع الآخر إنه جسر منطقة خلينا نقول مفتوحة تقريبا بها كيلون، مو هالمنطقة اللي فيها مشكلة، زين الجسر راح يكون منطقة محددة، زين بداية المشكلة ونهاية شلون؟ يعني الجسر وين راح يكون؟ بالبداية بالنص؟ يعني هو التخطيط انه نسوي جسر يعني للمشاة، يعني احنا هاي المنطقة بها حوالي 5 مدارس، منك تقريبا 3 مدارس 4، يعني هي هاي المنطقة محصورة جسرين، يلا يعني تقدر نسيطر على الحالة الموجودة الآن. فاحنا هسه شغلتنا صارت بدائره التخطيط، يعني المحافظ حصلنا بها موافقه من عنده وحالنا الى التخطيط وبقيد الدراسه يعني، وان شاء الله ما تتاخر، لان الديعانون بكل يوم يعني تقريبا بالشهر تصير حادثه، فاحنا كل ما نقدر نسرع بهذا المشروع حتى نكمله يعني. ست العفو، بدوركم حكومه محليه ويعني بعاز من السيد محافظ، يعني كمديريه مرور محافظه الانبار لنا راي ثاني احنا. نعم. هو راي يكون مشترك، تشكيل خلينا نقول لجان مشتركه كمديريه ناحيه او بلديه والمرور، نوصل الحلول احتمال افضل من الجسور، جسور العبور. يعني مثلا تكون علامات مروريه على الشارع ابتداء من بدايه خلينا نقول المشكله، توعي سائق المركبات تخفيض السرعه، يعني نلزم السائق سرعه محدده 60 كيلومتر بالساعه، يعني من يعبر طفل قدامه يقدر يتفادى الحادث او اي شخص ثاني. مطبات ارضيه، تخطيط الشوارع، يعني انا برايي انه هاي الحلول تكون اسرع وتعطي ثمارها اكثر من الجسور. والله هي طبعا هاي بالبداية احنا هم فكرنا وضع مطبات، بس ما اعتقد المطبات تخلصنا من مشكلة العبور، قلت لك لان اعداد هواي للطلبة، فالمطبات يعني هم السيارة ما تقدر يعني مثلا تجي سريعة تضرب حتى المطب، فهم تسبب لنا مشاكل. فشفنا يعني قعدنا وحكينا اتفقنا اسلم حل هو جسور المشاة، اسلم حل المنطقة اللي احنا بيها، يعني قلت لك يعني مطبات ما اعتقد تفيدها، لان طريق دولي هذا، شوف السياره تفوت مألفة يعني مثل ما يقول، فالطالب ما يقدر يعبر، كان متعود على سايد واحد متصور انه يقدر يعبره، بس هسه سايدين يعني مو شارع عريض. شارع في ممرات. وممرات، فما يعني مشكلتنا صعبه الا جسور مشاة يلا تنحل مشكله هاي المنطقه. نتامل خير، احنا يعني عندكم احصائيه تقريبا 3 حالات صارت دهس. اي نعم، من بدايه السنه حتى الان 3 حالات، والمدير عبد الغفور هنا انا وياه مدير مدرسه المقاصد، يعني من طلابه هي صارت، وهو دعاني هو يعني وجه لنا وجا حكى يعني وقال يعني شلون نسيطر على هذا، صارت يعني بالاتفاق انه جسر المشاة يحل لنا المشكله، بس مطبات ما اعتقد تحلها. نعم. احنا بدورنا سيد مدير محافظه الانبار قال لي او امرني نوجه رساله حضرتك انه احنا بدورنا متعاونين وياكم، اذا يتطلب الموضوع مفرزه مروريه نثبت هنا ما عندنا مشكله.
فشنو اللي الموضوع او الحل الاسلم اللي يفيدكم احنا جاهزين وياكم. تسلمون، نشكركم ان شاء الله يا ربي، الله يوفق الجميع الخدمة هذا المشروع والمشاركة، وال يعني ما اعرف يعني مثل لازم الكل ايد واحدة حتى نقدر ننجز هذا المشروع. احنا يعني بدورنا ايضا نوجه رسالة للاخوة ساخن المركبات، تلاحظون هسه يعني السير القادم من تجار رمادي او بالعكس يعني يستخدمون سرعة مفرطة يعني اكثر من السرعة المقررة. فاحنا ايضا نوجه رسالة للاخوة بالدارة البلدية او طرق السور انه وضع علامات تلزم ساخن المركبات بالسرعة. يعني ساخن من خليه علامات مرورية تحدد السرعة 60 كيلومتر بالساعة و50، تلزم هذه العلامات ويكون قانون مفروض عليه في حال حدوث اي حادث لا قدر الله. ان شاء الله نشكركم، نشكر جهودكم ونشكركم. اعزائي المشاهدين الكرام، نشكر ست ايمان عضو مجلس محافظه الانبار على هذا الايجاز وهذا التوضيح. تواصلوا ويانا. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع الأستاذ خلف مدير ناحية عصابة الشرقية حول موضوع عبور المارة والطلبة على هذا الشارع. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ، برأيك يعني المطبات هو الحل الأسلم أم برأيك الجسور العبور مشات؟ لا أكيد الجسور هي الحل الأسلم والحل الأمثل، وتطور مع يعني مع الزمن انه المطب هو كحل جزء مؤقت بسيط جدا، لان هناك ارواح مواطنين وارواح الماره الذهاب بالاياد، فالجسر هو اهم ما موجود ضمن هاي المنطقه، لانه المنطقه توسع كبير وتوسع عمراني جيد جدا. ودورنا انه نشكر السيد محافظ الأنبار السابق محمد ريكان الحلبوسي اللي بذل ما بذل في إنجاح هذا الصرح الجديد، الصرح الحديث اللي قامت به المحافظة. فهذا نحن الآن أمام شوارع حقيقة، شوارع جدا جميلة وجدا راقية. ممر شارع الكسارة الخدمي أصبح شارع الآن، والآن التبليط موجود فيه والذهاب وأياب الرمادي أيضا شارع عريض. فلذلك الحل الشيء الجميل والراقي واللي مواكب للحضارة هو إنشاء جسور لعبور الماشة ضمن مناطق ناحية حصيبة الشرقية. أعزائي المشاهدين الكرام، نشكر أستاذ خلف مدير ناحية حصيبة الشرقية على هذه الكلمة، وإن شاء الله رسالته توصل إلى السيد المحافظ المحترم، وكلنا أمل بالسيد المحافظ والحكومة المحلية بإيجاد حلول جذرية لمعاناة حصيبة الشرقية. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصلوا ويانا. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع الأستاذ عبد الغفور مدير مدرسة المقاصد، له كلمة حول الموضوع. أهلا وسهلا بك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وهو أصدق القائلين وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نتيجة مناشدات المتكرم قبلنا كإدارة مدرسة المقاصد ونيابة عن أهالي ناحية الصيب الشرقية، ناشدنا السادة المسؤولين في محافظة الأنبار وعلى رسم السيد المحافظ، لبت الدعوة ست إيمان إجهاد والأستاذ مدير الناحية أستاذ خلاف إلى موقع الحدث.
فكانت مطالبتنا واضحة بإنشاء جسر لعبور المشاة وخاصة تلاميذنا الأعزاء ينعانينا معانينا من عبورهم، ولغرض درء الخطر نحتاج إلى إنشاء جسر مقابل المدرسة، وأيضا هذا يساعد كبار السن في عبور تلاميذ في عبور الرجال كبار السن إلى الجامع وإلى المقبرة. فواجب علينا أو واجب على الحكومة أن تقف إلى جانب تلاميذ الأعزاء أرواح الحفاظ على سلامة أرواح تلاميذنا الأعزاء، فكان لزاما عليهم أن يقفون إلينا. ونناشد من هذا المكان السيد محافظ الأنبار ورئيس المجلس على إنشاء هذا الجسر، وغير هذه تعتبر حلول ترقيعية، مطبات غيرها هذه ما تخدم بصراحة ما تخدمنا. أعزائي المشاهدين الكرام، رسالة إلى الجهات المعنية ومنها دائرة الطرق والجسور كحلول آنية وعاجلة بوضع مطبات ضمن مواصفات مؤمنة لمستخدم الطريق سواء المشاة أو سائقي المركبات. يعني المطب إذا لم يكن ضمن المواصفات الرسمية يكون ضرره أكثر من نفعه، لذا يتطلب المطب وضع علامات مرورية تحذيرية لسائق المركبات من وجود مطب أمامك، خلينا نقول يبعد 100 متر قبل المطب، أو وضع عيون القط على التبليط، يعني خطوط أرضية أو عيون القط أو علامات فسفورية تنبه سائق المركبات بوجود هذه المطبات تفاديا لوقوع الحوادث، والمطب سوف يؤدي الغرض المطلوب بإجبار سائق المركبات بتخفيف السرعة تجنبا لوقوع حوادث اصطدام وحوادث الدهس وسلامة المجتمع بصورة عامة. أعزائي المشاهدين الكرام تواصلوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم أقدم الشكر الجزيل لقناة الأنبار الفضائية وبالتحديد ورجال المرور الأبطال برنامج المرور والمجتمع. هذا البرنامج يسلط الضوء على الحالات الإنسانية سواء أنه في داخل المدينة أو في كل مناطق أحياء مدينة الرمادي وشرقها. اليوم التجأ أنه تكون قناة الأنبار الفضائية تسلط الضوء على أهم المشكلة اليوم اللي دعانيها هي دعاني عبور الطلبة. مثل تعرفون اليوم ناحية حصاب الشرقية بعد التوسع الكبير بعد الخراب والدمار اللي عمم في أجزاء محافظة الأنبار بدأ حملة الأعمار تطور الأعمار في هذه المحافظة. اليوم ناحية حصاب تعاني من مشكلة كبيرة ألا وهي عبور الطلبة ما بين المنزل والذهاب إلى المدارس. اليوم احنا صارت عندنا أكثر من 3 حالات دهس بهذا الشارع بالتحديد اليوم حضرتك متواجد به. طبعا احنا اليوم نناشد الحكومة المحلية المتمثلة بالسيد محافظ الأنبار والحكومة المركزية المتمثلة برئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء بالنظر إلى هذه الحالات. اليوم الحالة اللي هي نشوفها انه ينظرون إلى أبنائهم شلون يعبرون إلى المدارس. تعرف اليوم احنا العدد السكاني مكتظب من ناحية حصاب الشرقية مكتظب العدد السكاني، يعني عندنا أبسط مدرسة ابتدائية عدد طلابها 700 طالب ابتدائية. تدري طالب ابتدائي مو مثل طالب المتوسط، طالب الاعدادي صعب اذا تقول له انه دير بالك شلون تنبه. صح احنا نطالب يعني بارشاد توعوي من المدارس انه نعلمهم على شلون يعبرون يعني الشارع، لان الشارع اليوم مكتظ بحركه سيارات. تعرف بحضرتك سياره العقيد اليوم انه الطريق الحولي الدولي مسدود، فالسريع الدولي العفو، فالقديم اصبح به عدد يعني من المركبات هائل. طريق دولي صار هو هذا الممر المؤدي ما بين بغداد والأنبار. بالتحديد نطالب عبر قناتكم وقناة الأنبار الفضائية وعبر برنامج المرور والمجتمع نطالب أنه وضع مطبات بالمرتبة الأولى هي لتحليل جزء بسيط من المشكلة، لكن احنا مطالبنا الأساسية والتركيز الأساسي أنه يضع وضع جسور مشات لتسهل على الطالب عملية العبور. لا احنا ما بدنا نحكي عن المدارس، حتى مراكز الصحيه عندنا مراكز صحيه. تعرف اثناء الحمله حملات اللقاح اغلب العوائل تذهب الى المراكز الصحيه اللي تقدم تاخذ علاج، يكون حالات الصحيه متجانسه. هذا واحد. ان المطالب كثيره والله يا سياده العقيد، ان اليوم نضع اذا وضعنا مطبات نطالب البلديه بوضع علامات مروريه وعلامات ترشد انه للسائق المركبه تحضره من هناك طريق مدارس، هناك مستشفيات، هناك طريق ماره، عندنا يجوز حالات يعني العوق صعبه يعبر مثل هذا الشارع، اكيد انه نحذر انه نقول ابانا مكان طريق يسهل عليه العبور. احنا اليوم بدورنا كاهالي ناحيه حصاب الشرقيه نطالب ومطالبنا اكثر من مره بوضع جسور مشاة حتى تسهل على الماره العبور.
واحنا طبعا نشكركم عايزين الشكر ولحضرتك وكل خلف الكواليس العاملين على هذا البرنامج. احنا طبعا ندعي من الله سبحانه وتعالى انه يوفقكم في نقل الصوره الحيه مثل هذه الامور، لان انتم تعرفون اليوم انا كعندي اطفال او اخوتي او اخواتي صعبه يعبرون هذا الشارع الا في حال انه انا اعبرهم وارجع. وانت هسه حاليا حضرتك شفتها المركبات للاسف اغلبهم يعني ما متعاونين، يمشون سرعه مفرطه على هذا الشارع رغم انه يشوفون مار رجال كبار السن اطفال، لكن للاسف ما يبالون او ما يشعرون بمسؤوليه. طبعا احنا لا ننسى دور القوات الامنيه، مركز شرطه حصاب الشرقيه وفوج الحشد المتمثل نائب قاطع حصاب الشرقيه، طبعا هم الناس متبرعين متفضلين علينا احنا بالذات كاهالي منطقه حصاب الشرقيه. ممكن ولي الامر ما يتابع ابنائه يقول لك هو راح للمدرسه بس، لكن رجال الشرطه ورجال المرور ورجال الحشد متعاونين ويانا حاليا. هسه تشوفها انت بعينك، احنا ما نقلنا صوره اذا مو بالعين المجرد الحقيقيه مثل ما يقول. احنا الحمد لله والشكر نشكرهم وان شاء الله يحفظهم ويحفظ الامن والامان في ربوع بلادنا الحبيب محافظتنا العزيزه. اشكرك، انا اتفق وياك طبعا، ومن هذا المنبر اوجه شكر وتقدير باسم مديريه مرور محافظه الانبار الى رجال الحشد في هذه المنطقه والقوات الامنيه. طبعا انا الاحظهم يعني عندما استخدم هذا الشارع انه يساهمون ويساعدون الاطفال والماره لعبور هذا الشارع، فالف تحيه لهؤلاء المنتسبين الابطال. اعزائي المشاهدين الكرام تواصلوا ويانا. أعزائي المشاهدين الكرام نلتقي مع الأستاذ علي داود قام مقام قضاء الخالدية. أهلا وسهلا بك أستاذ برنامج المرور مجتمع قناة الأنبار الفضائية. حياك أخوي عقيد هيثم هذا البرنامج، نحييكم على هذا البرنامج اللي تعدونه، وأيضا حي قناة الأنبار. هذا برنامج مهم كمديرية ومشكور عليها وحضرتك. احنا في قضاء الخالدية كمرور وك دوائر خدمية، يعني قطاع المرور يعتبر دائرة خدمية في قضاء الخالدية، لها دور مميز بالنسبة للازدحامات وأيضا الفتحات المرورية، وجهودها مشكور إن شاء الله. وإحنا نطلب من السيد العميد تعزيز قاطعنا بأعداد حتى نستطيع نفرض سيطرتنا على كل القضاء. أستاذ بصراحة قضاء الخالدية يعني الذي يزور القضاء يطمئن أثناء استخدام شوارع هذا القضاء، وجود مطبات، يعني الإنسان أو الزائر ليزور قضاء الخالدية حتى من خارج المحافظة يأمن على نفسه وعلى مركبته أثناء استخدام هذه الشوارع لوجود مطبات وشروط متانة وأمان لمستخدم الطريق. نتمنى أنه جميع الأقضية تحذو حذو قضاء الخالدية. أعرج على رسالة الست إيمان عضو مجلس محافظة الأنبار بخصوص مشاكل حصاب الشرقية وما يتعرض له المارة والأطفال والطلبة من حوادث دهس. رأيك بهذا الموضوع أستاذ؟ احنا بالنسبة للشارع العام هذا يربط ما بين القضاء الخالدي والفلوجة والرمادي، يعتبر شارع عام هسه، الخط حتى يربط الخط الدولي بمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى، لأن الخط السريع لحد الآن لم يفتح أيضا من خلال قناتكم الناشد المعنيين بهذا الجانب وفتح الطريق حتى يسهل علينا هذه الازدحامات وهذه الشاحنات الكبيرة التي تم تكسرات كبيرة في شارعنا وتم تبليطها قبل أيام ولكن دون جدوى. فناشد المعنيين بفتح هذا الطريق حتى نستطيع السيطرة على داخل مدننا. بالنسبة ما تطرقت إليه كمطبات، وإحنا وفق دراسة مع قاطع مرور القضاء الخالدية ومع البلدية ومع المجلس، فصارت دراسة بأن حتى نقلل الحوادث، لأن هناك حوادث كثيرة، فعملنا مطبات بتنسيق مع البلدية، لأن هذه المسافة ضمن حدود البلدية،
فالبلدية بذلت جهد وتم إنشاء هذه المطبات حسب المواصفات. فبالنسبة ما يخص حصيبة الشرقية هي خارج حدود البلدية، لأن الطريق هذا داخل حدود البلدية مسؤول عليه البلدية، أما خارج الحدود فهو ملك الطرق، مديرية الطرق والجسور. فإحنا رفعنا كتاب إلى مديرية الطرق والجسور، أيضا الأستاذ مهدي متجاوب هذا الأمر، سيعمل مطبات موازية لمطبات البلدية حتى نستطيع تأمين حياة أطفالنا وأبنائنا الطلبة. وأيضا هناك جسور تم الآن اليوم تم وضع حجر الأساس لإنشاء جسرين في حصيبة الشرقية، جسر عبور المشات مقابل المدارس الأندلس والمدرسة الثانوية، لأيضا لإنشاء هذه الجسور. هذا المشاريع على محافظة الأنبار تم إحالتها، واليوم بدأ العمل، ومهندس مقيم أيضا اتصل بي، فراح ننشأ جسرين مقابل هذه المدارس. وأيضا من خلال قناتكم الناشد مواطنين باستخدام هذه الجسور حتى نستطيع تأمين حياة أبنائنا الطلبة. أستاذ، بخصوص الشارع التراب اللي احنا حاليا متوقفين عليه المقابل المسجد المحلي لقضاء الحبانية، هل اكو نية مستقبلية عن قريب انه يتم افتتاح هذا الطريق الخدمي؟ نعم، احنا بالنسبة ما يخص الخدمي سوف يحال قريبا على صندوق الإعمار، وهذا المشروع جاهز، وايضا سيحال على شركة. والمقطع اللي احنا مواقفين عليه الان هذا أيضا تم مصادقته من قبل وزارة البلديات، وتصميم الشارع بما يخص المسافة التي هي داخل حدود البلدية، فهناك تطوير عليه إن شاء الله قريبا، سيشهد تطوير بالنسبة للجزر الوسطية وبالنسبة لأكتاف الشارع، ويصبح شارع نموذجي إن شاء الله. أستاذ، رسالة من حضرتك للمواطنين قضاء الخالدية بخصوص التعاون مع رجال المرور، يعني توجيه من حضرتك. نعم، أنا أطلب من أهلنا في قضاء الخالدية وناسنا بأن يكون هناك تعاون والالتزام بضوابط المرور والتعاون مع شرط المرور، يعني شرط المرور هو واقف من أجلهم وتنظيم السير. وأيضا عندنا ظاهرة غير حضارية وهي الرون سايد، هسه احنا واقفين إجا سايق رون سايد، فهي تحدث حوادث كثيرة بسبب هذه المخالفات. يعني أمشي لي دقيقتين بالطريق السليم وبالضوابط حتى تحدث هذه الحوادث، فإحنا نطالبهم بالالتزام والتعاون مع المرور، وأيضا استخدام الجسور المشات بعبورنا من جهة أبو فليس إلى جهة الخالدية. وهذا ندانا وأهلنا إن شاء الله متعاونين ويتعاونون أكثر مع دوائرنا الخدمية. شكرا استاذ، حياك الله. أنا أشكرك أخويا عقيد هيثم، وأشكر أيضا سيادة المدير عميد ليث بتعاونه واتصالاته المباشرة معنا، وإن شاء الله إحنا نتأمل أداء من مديريتنا مديرية المرور وقاطعنا في قضاء الخالدية. شكرا. أعزائي المشاهدين الكرام، نشكر الأستاذ علي داود قام مقام قضاء الخالدية على هذه الكلمة والإرشادات للمواطنين. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصلوا معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، نعرض لحضراتكم هذا المقطع التوعوي، أتمنى أن ينال رضاكم. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. Was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I've gone too fast. I'm sorry.
وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المر مجتمع وقناة الأنبار الفضائية. محدثكم عقيد المرور هيثم حسين، مصور الرائع أحمد جنابي، ومساعد مصور لؤي محمد علي. سنتواصل معكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.